FADIC offers a variety of international online trainings accredited by FADIC and provided by well-reputed professionals in the field, which means that you can always keep up with the latest topics in your specialty wherever you are and whenever you need it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا مع انطلاق برنامج جديد من برامج FADIC Graduated Pharmacist Guide. إن شاء الله البرنامج دوت هيكون فريد من نوعه لأن نظام الدراسة فيه هيكون مختلف كتير عن أغلب برامج FADIC أو موصلي برامج FADIC اللي احنا عارفينها. معاكم دكتورة رشا عبد السلام. يعني هو الحمد لله يعني انا متخرجه بقالي تقريبا حوالي 10 سنين او 15 سنه، فعلى مدار الوقت ده كله قابلت عدد كبير جدا من الصيادله اللي هم كانوا بوست جرادويتد وكانوا محتارين او عايزين ان هم يبداوا مش عارفين منين يبداوا. فانا معايا امريكان بورد فارماكوثيرابي ات كواليفيكيشن انفكشوز ديزيز، ومعايا سيرتيفيكيشن في ستيورشيب وايتم رايتنج الاكزام بتاع الامريكان بورد انفكشوز ديزيز 2018 والريفيور في الحساب 2018. فاتمنى ان شاء الله باذن الله احاول ان افيدكم في بعض الحاجات اللي هتساعدكم في البرنامج دوت، بحيث في النهايه كل واحد يعرف يوصل للروب ماب اللي يعرف يمشي فيها ويحط فيها البلان بتاعته في المستقبل ان شاء الله باذن الله. السلايد اللي بعد كده هنتكلم فيها عن المين فوكس بتاع البرنامج بتاعنا هو Graduated Pharmacist Guide. الهدف الرئيسي من برنامج Graduated Pharmacist Guide ان احنا هندي حاجه زي on daily missions، missions هتكون يوميه مع حضراتكم كل يوم لمده 30 دقيقه، هنستمر مع بعض لمده شهر، هندرس مع بعض عدد كبير جدا من مسارات الصيدله اللي بيتعرض ليها اي واحد متخرج وعايز ان هو يشتغل وعايز يبدا في المجال بتاعه ويختار الطريق بتاعه صح. والاهم من كل ده عايز في المكان اللي هو بيشتغل فيه whatever hospital pharmacist whatever inpatient whatever outpatient community clinical pharmacist quality whatever position اللي هو هيكون فيه او المكان اللي هيكون فيه ازاي يكون عارف الرولز والريجوليشنز والستاندرد والرول بتاعه فيه. هنحاول نعمل زي سناب شوتس من الحاجات دي كلها، هنحاول نوفر اكبر عدد من الريسورسز اللي يساعد كل واحد في المكان اللي بيشتغل فيه على ان هو يوصل صح. طيب المين اوبجكتيف بتاعتنا او الهدف الرئيسي بتاعنا احنا كصيادله من البرنامج دوت او الحاجات اللي احنا هنوصل لها ان شاء الله بعد انتهاء البرنامج ده، عندنا اربع اوبجكتيفز مهمين جدا. اول حاجه provide the pharmacist with an overview of the current healthcare environment. المهم ان احنا ناخد overview على كل healthcare environment والhospitals اللي احنا هنشتغل فيها او المؤسسات الصحيه اللي احنا هنشتغل فيها ونعرف الرول بتاعنا فيها كويس جدا. الحاجة الثانية من الأوبجكتيف expose pharmacists to current standards. هنحاول نعتمد على الستاندرد، ومينلي أنا هعتمد على السعودي سنترال بورد بتاعت سباهي أكريديتيشن لأن أنا كنت حضرت فيها تريننج وكنت أخذت منتور سيرفي وأخذت كذا سيرفي وعملت كذا preparation للأكريديتيشن وفقا للسعودي كونسل فور هيلث كير أورجانيزيشنز. فدي هنحاول نشوف الكرنت ستاندرد بتاعتها. يمكن انا برضو السنه دي شاركت في كتابه الفيجن بتاعه 2030 في السعوديه ان شاء الله باذن الله كل المؤسسات الصحيه، فهحاول طبعا هديكم اللينك بتاع الدراسات كامله، هحاول اديكم المراجع كلها هنكون معاكم فيها، بحيث ان كل واحد في المكان اللي بيشتغل فيه يبقى عارف الكرنت ستاندرد والبوليسي والريجوليشن بتاعه الكلينيكال براكتس عشان يوصل للصوره الصحيحه بتطبيق الحاجه اللي هو هيشتغل فيها في مهنه الصيدله. النقطه الثالثه في الاوبجكتيفز وهي provide pharmacist with an opportunity to grow. عايزين الصيدلي يكون احسن او افضل في المجال بتاعه سواء من الناحيه البيرسونالي وسواء من الناحيه البروفيشنالي، لان الاثنين بيكملوا بعض والاثنين هما اللي هيوصلوا الصيدلي للصوره المثاليه اللي ممكن بيها يقدر ان هو يتعامل في الهيلث كير اورجانيزيشن سواء مع البيشنت سواء مع الفيزيشن. واخر حاجه في الاوبجكتيفز هناخدها من البرنامج بتاعنا ان احنا بروفايد فارماسيست وذ ان اوبورتيونيتي تو بيكم ذا انتجرال بارت اوف ذا اورجانيزيشن. وانس ان انا بقيت فاهم شغلي صح، عارف الرولز والريجليشن، عارف الميشنز بتاعتي في المكان اللي انا بشتغل فيها بشكل صحيح، هعرف فعلا ان انا اوفر الخدمه المطلوبه مني في مجال الصيدله. يمكن ده الهدف الرئيسي من برنامجنا. احنا مش هنشرح ديتيلز كتيره لان برامج الشرح كتيره جدا في FADIC وليها بروجرامز كتير، احنا مجرد هندي سناب شوتس ديلي ميشنز حاجه يوميه حضراتكم هتسمعوها 30 دقيقه هتكون فيها حاجه مطلوبه من حضراتكم، بحيث ان انتوا في الاخر خالص في نهايه الشهر كل واحد منكم هيعرض البروجكت بتاعه اللي هيقدم فيه تصوره وفقا للمكان اللي هو بيشتغل فيه. دي كانت الاوبجكتيفز بتاعتنا من البروجرام. هننتقل بعد كده للنقطه اللي بعدها وهي learning activities. ايه هي learning activities بتاعتنا او الحاجات اللي احنا هنعتمد عليها طوال البرنامج؟ الكلام طلعت خلاصه learning activities اللي انا شفتها على مدار حياتي الفتره اللي فاتت، ممكن كنت اتمتها من
الجامعيه الامريكيه للصيدله الاكلينيكيه السنه دي في التيتشنج ليرنينج سيرتيفيكيشن، هحاول اديكم بعض الاوتكمز او بعض الاكتيفيتيز اللي فعلا هنضمن بيها او نعمل اشور لان كل واحد فهم الموضوع صح. اول حاجه في الليرنينج اكتيفيتيز اللي احنا هنعملها ثرو اوت ذا بروجرام هي الجورنال كلوب. يعني ايه الجورنال كلوب؟ هنعمل زي ما احنا بنشوف الجورنال بيبرز الموجوده، هنبص في الليتريتشرز كلنا، كل واحد مننا في التخصص بتاعه هنحاول يشوف اللينك للابديت جورنال بيبر وهو يعمل لها برزنتيشن. هنحاول اعرفكم الرود ماب اللي بيمشي عليها اي واحد او السكيما اللي بيمشي عليها اي واحد عشان يعرف يعرض جورنال كلوب بيبر بشكل متميز وبشكل عملي يكون فاهمها ان ديبث. دي اول حاجه في الليرنينج اكتيفيتيز بتاعتنا. تاني حاجه عندنا كلينيكال كيس اوف ذا مانث، بعد نهايه الشهر احنا في جزء زي ما هنتطرق ليه لاحقا ان شاء الله وهو جزء الفارماكوثيرابي، احنا في النهايه خالص كل واحد من حضراتكم هيكون له برضه اوبشنال ان هو يعلن او يعمل كلينيكال كيس بريزنتيشن. هنحاول نكون معاكم بالسكيم او بالرود ماب او بالجايد لاين دي اي كلينيكال كيس بريزنتيشن اول اوفر ذا مانث. كل واحد من حضراتكم من الكلينيكال براكتس بتاعته هيطلع اي كيس او اي بريسكريبشن او اي حاله لاي بيشنت وهيعرضها وفقا للجايد لاين اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في البروجرام. فده هيخلينا نعرف هاو تو مانج اي كلينيكال كيس اي حاجه وذ ان ايفيدنس بيست براكتس. دي كانت تاني حاجه من الليرنينج اوبجكتيف. ثالث حاجه في الليرنينج اوبجكتيفز معانا هي الايدوكيشنال اكتيفيتيز. اثناء البروجرام هنعدي على مجموعه من الفارماكوثيرابي كيس سيناريوز، مجموعه كبيره من الكيسز هنشوفها في الموست كومن فارماكوثيرابي اكتيفيتيز، وهنتكلم عن الرول اوف كونتينيوينج ايدوكيشن بروجرام that allow the pharmacist and pharmacotherapy specialist to formally present a clinical topic عنده. في السلايد اللي بعد كده هنتكلم على الـ goal to enhance the participant knowledge. ازاي احنا هنحسن الـ knowledge بتاعتنا. Never ever حد بيتعامل في الـ clinical practice وهو بيشوف مرضى كل يوم، كل مريض عنده disease معين مختلف عن التاني، بيتعامل مع clinical cases كتير، بيتعامل مع دكاتره وات ايفر، هو حتى كوميونتي فارماسيست بيشتغل في صيدليه بيعدي عليه حالات كتير ويبقى بنفس المعلومات اللي هو جراديويتد بيها، لان احنا كلنا بنتطور، كل الجايد لاين بتتطور. ازاي الواحد يعرف الفورم او المين بلاتفورمز بتاعت الكونتينوس ايدوكيشن للصيدله، يعرف اكبر مؤسسات بتخدم الصيدله في على مستوى العالم، يعمل ممبرشيب فيها، ازاي تو كيپ اب امبروفينج عشان يقدر فعلا يوصل للمستوى اللي هو عايزه ويتواكب مع تطور العلمي اللي احنا شايفينه كتير في الابحاث العلميه. طيب السلايد اللي بعد كده هنشرح فيها حاجه مهمه جدا وهي السيميوليشن. احنا كنا عملنا السيميوليشن ده زمان في فادك في برنامج البيشنت كونسلنج عشان نعلم حاجتين مهمين جدا ونتعلمهم مع بعض كلنا. اول حاجه هي البيشنت كونسلنج نوتس ازاي نديها، والاهم الفارماكوثيرابي انترفينشن. السيميوليشن احنا هنعمله في البروجرام في كذا حاجه، ويمكن دي اكتر حاجات انا بركز عليها في الكلينيكال براكتس مع الصيدلي. اول حاجه في الكوميتيز، لان الصيدلي بيكون بارت مهم جدا من الكوميتيز الموجوده في المستشفيات. في قسم الصيدله في مجموعه كبيره من الكوميتيز هنتعرف عليها، هنعرف الرول بتاعنا لو احنا موجودين في اي كوميتي ازاي نتعامل فيها كويس جدا، ازاي نكون شامبيونز في التعامل فيه مع الديفرنت هيلث كير بروفيشنالز عشان نحقق هدف معين. يمكن من ضمن الكوميتيز اللي احنا دايما بنعملها وبنعمل بيها سيميليشن الفارماسي اند ثيرابيوتيك كوميتي اللي هي البي ان تي كوميتي والانتي مايكروبيال ستيورشيب سب كوميتي. هنتعرف على مجموعه كتيره من الكوميتيز والرول بتاع الصيدلي فيها. والحاجه الثانيه البيشنت كونسلنج نوتس او البيشنت كونسلنج سيشنز، ازاي نعرف نوفق. يمكن احنا بندرسها ان ديتيلز في البرنامج بتاع البيشنت كونسلنج، بس انا يهمني ان كل واحد من حضراتكم يكون عنده سيميليشن او ريال سيميليشن للانترفينشن اللي هيعمله مع البيشنت بخصوص حته البيشنت كونسلنج او البيشنت ادوكيشن. والنقطه الثالثه الاهم من كل ده وهي الفارماكوثيرابي انترفينشن، ازاي انا لما اشوف اي كيس في الميديكال ريكورد او ان انا اشوف بريسكريبشن ازاي اقدر اعمل سيميليشن للكلينيكال براكتس واقدر اوصل المعلومه للمريض بشكل صحيح، واقدر كمان افهم الكيس بتاعتي بشكل صحيح لو في دراج انتر اكشن، لو في حاجه محتاجه دوز ادجستمنت وهكذا. دي كانت الليرنينج اوبجكتيفز من برنامجنا برنامج جراديويتد فارماسيست جايد. طيب التارجت اودينس بتوعنا، لان كتير جدا سالنا الفتره اللي فاتت كام عدد الاودينس او انواع الاودينس اللي ممكن ان هم يستفيدوا من البرنامج. البرنامج ده مينلي للبوست جراديويت فارماسيست، وات ايفر فارم دي، وات ايفر بي جي واي 1،
whatever في residency على حسب الصيدلي whatever بيدرس ماستر. احنا عايزين احنا هدفنا البوست جراديويت اللي لسه متخرج ومتخبط. يمكن احنا الفتره اللي فاتت كنا بنعمل بودكاست كان اغلب الناس اللي كانوا بيجوا معانا كانوا بيقولوا يا ريت حد في بدايه السنه الحياه العمليه يمكن انا كمان بقولها بصراحه كان عنده حد زي روب ماب او مجموعه من الجايدنس اللي ممكن تساعده او تعرفه على مجالات العمل واهم الريسورسز والمراجع اللي هتكون موجوده بحيث ان هو يقدر يستعين بيها. لان حال غالبا مع مهنه الصيدله والمستقبل بتاعها اللي احنا شايفينه قدامنا او الواقع كمان ان غالبا الصيدلي مش بيستقر على مكان واحد خاصه في بدايه عمله، فهو بيتحرك ما بين كوميونيتي فارماسيست ما بين اوت بيشنت او امبولاتوري كير فارماسيست ما بين ان بيشنت ما بين هوسبيتال الى ان يصل الى كلينيكال. في منهم اديوكيشنال، في منهم في ريسيرش، في منهم في الايفيدنس بيز، في التي بي ان والاي بي، ففي مختلف الاماكن بيشتغل فيها الصيدلي. فالهدف بتاعنا او التارجت اودينس من البروجرام ده اللي هيحقق اقصى استفاده هو البوست جراديويتد فارماسيست، الفريش جراديويتد فارماسيست، الهوسبيتال فارماسيست، الكلينيكال فارماسيست، الكواليتي كوردينيتور او الكواليتي سوبرفايزر لو اي صيدلي بيشتغل في الكواليتي، والكوميونيتي فارماسيست واي فارم دي ستودنتس. اتمنى فعلا ان الفئه دي بدل ما هي متخبطه تبقى عارفه الطريق اللي هتمشي فيه، والاهم من كل ده ان انا اكون عارف الريفرنس اللي اقدر ارجع لها والرولز والريجليشن بتاعتي. طيب هنبدا في السلايد اللي بعد كده بقى نعرض الكريكولم اللي هنمشي عليه طول الشهر. البرنامج ده مختلف شويه عن كل برامج فادك لان هو مش وانس بير ويك ولا المحاضره ساعتين، هو عامل زي ديلي ميشنز. هناخد الميشنز دي ثرو اوت 30 دايز. احنا واخدين 1 اكتوبر ان شاء الله هننتهي في 30 اكتوبر او 31 اكتوبر هيكون نهايه البرنامج. نظام البرنامج هيكون 30 مينتس بير داي، كل يوم هيكون على الموقع بتاع فادك حضراتكم هتخش بالاكاونت بتاعكم في 30 مينتس ميشن هنسمعها هنقرا، هتبقى صفحه فيها المعلومات او المين اوبجكتيفز او الحاجات الكي بوينتس اللي عايزين حضراتكم تعرفوها، وهيكون معاها المحاضره او الحاجه اللي حضراتكم تسمعوها. وكمان في كل اسبوع او كل 5 دايز هيكون في اكتيفيتي وات ايفر جورنال وات ايفر هيكون كيس وات ايفر هيكون حاجه، وفي نهايه الشهر خالص هيكون في بروجكت هيعرض فيها كل واحد من حضراتكم وفقا للمكان اللي هو بيشتغل فيه امبيشنت او بيشنت امبيلات وات ايفر المكان اللي بيشتغل فيه هيعرض البروجكت بتاعه فاينل. فدي الخطه بتاعه البرنامج اللي احنا هنمشي عليها ثرو اوت ان شاء الله شهر اكتوبر كله باذن الله. اول حاجه هنتطرق ليها وهنبدا بيها هو الاوت بيشنت فارماسي. الاوت بيشنت فارماسي هيبقى عندنا فيها 3 ميشن مهمين جدا جدا. هو احنا مايلي في الاوت بيشنت فارماسي هنهتم بالامبيولاتوري فارماسي، عندنا فيها هنتكلم جزء عن البيشنت كونسلنج، الجايد لاين بتاعه البيشنت كونسلنج، اهم الريسورسز بتاعه البيشنت كونسلنج، ودي مهمه جدا جدا اهمها سواء كتب سواء ويب سايتس سواء موبايل ابس، الحاجات اللي ممكن تساعدنا في البيشنت كونسلنج والكونتنت بتاعه البيشنت كونسلنج. هتبقى موستلي اغلب السيشن دوت عن البيشنت كونسلنج عشان نتعلم ازاي ندي كونسلنج سيشن متميز لاي بيشنت. طبعا مش هنعرف نشرح البيشنت كونسلنج بالتفصيل، بس احنا هندي الجايد لاين الريسورسز اهم التوبكس او النقاط المهمه اللي احنا حابين لو حابين نستزيد منها. احنا في فادك عندنا برنامج متكامل اعتقد 8 ل 10 اسابيع البيشنت كونسلنج وكل اسبوع ساعتين، فطبعا نيفر ان احنا نعرف نشرح البيشنت كونسلنج كله، ولكن حبينا نتطرق او نعمل حاجه زي سناب شوت على الجايد لاين بتاعه البيشنت كونسلنج واهم جايد لاين للاي اس اتش بي اللي هي الامريكان سوسايتي اوف هوسبيتال فارماسيست، ونعرض الكونتنت بتاعه الكونسلنج. الاوت كام بتاعتنا هي ability based، ان كل واحد يكون عارف لما يكون عنده بيشنت وعايز يديله معلومه هيديها ازاي، ولو حد عايز يستزيد هتلاقي الكتب اللي المصادر اللي ممكن يرجع لها او ويب سايتس اللي ممكن تساعده في ان هو يستزيد من البيشنت كونسلنج. تاني حاجه في الامبيولاتوري او في الاوت بيشنت هي الكومبريهنسيف ميديكيشن مانجمنت، ودي احد المبادرات اللي عملتها الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي علشان لما نيجي نفهم كيس او نفهم اي بريسكريبشن نتعامل معها بشكل مختلف نهائي. دلوقتي الاتجاه على مستوى العالم كله في الصيدله انها تكون بيشنت سنترد كير، بمعنى ان انا مش بهتم بالميديكيشن ولا بهتم بعلبه الدواء اللي بستخدمها، انا مين ليه بفكر ويذ ريجارد للبيشنت، وهو ده اللي احنا هنشرحه في الكومبريهنسيف ميديكيشن مانجمنت او ميديكيشن ثيرابي مانجمنت. طبعا هي دي برانش كبير جدا جدا، بس احنا برضو هندي القشور او اهم الريفرنس اللي تساعدنا، وهيكون في محاضره صغيره تفهم الناس يعني ايه كومبريهنسيف ميديكيشن مانجمنت، وازاي انا اقدر اعملها مع البيشنت، وازاي اقدر اعمل مونيتورنج للبارامترز وانا بصرف اي روشته او بصرف اي بريسكريبشن او بتعامل مع اي كلينيكال كيس قدامي.
تالت حاجة عندنا في الأوت بيشنت فارماسي وهي كلينيكال كيس برزنتيشن. موست إيفر إيفر في أي صيدلي بيشتغل في الأمبيولاتري طالما هيتعامل مع بيشنت في جايد لاين في رود ماب. رود ماب دي هتعلمني إزاي لما أشوف أي كيس أفكر فيها وفقا للرود ماب دي على حسب الهيستوري على حسب السوشيال هيستوري بتاع البيشنت اللاب ريزلتس. يعني في بعض البارامترز لازم أنا ألتزم بيها أثناء ما أنا بتعامل مع البيشنت وأقدر أعمل بيها كلينيكال كيس برزنتيشن. ده كان البارت الاول وهو الاوت بيشنت فارماسي اللي احنا هنتطرق فيه للمرضى اللي هم مينلي في الاوت بيشنت. طبعا انا اثناء كل حاجه لان انا كده انا كنت ماسكه شويه اكريديتيشن وليا شويه في حته الكواليتي عشان كان عشان يعني انا نزلت سيرفير كمنتور سيرفير وبزيرفر سيرفير واخدت سيرفير ترينر كتير هنا في السعوديه في سباهي. واعتقد كتير جدا من اللي بيسمعنا دلوقتي اكيد عارف طبعا موضوع الاكريديتيشن والكلام ده. فاحنا هنتكلم في الاوت بيشنت كمان على الكواليتي ستاندرد. انا جاست نومينيتد برضو لان دي بحر احنا كتير جدا محتاجين ناخد فيه ديتيلز. بس انا هحط الريسورسز برضو بتاعه الميجور كواليتي او الرولز والريجيليشن بتاعه الاوت بيشنت فارماسي او الاوت بيشنت فارماسيست بحيث ان اي حد بيتعامل يعرف ازاي يعمل بيشنت كونسلنج ميديكيشنال ماتيريالز يتعامل مع البيشنت لو شاف اي ميديكيشن ايرورز هاو تو ديل وذ ذيس ايرور. طيب هننتقل بقى للإمبيشنت فارماسي. الإمبيشنت فارماسي أهم ما يميز الإمبيشنت فارماسي إن إحنا هنتعامل مع مرضى inside the hospital. فطبيعي إحنا وإحنا بنتعامل inside the hospitals طريقة التعامل مع المريض بتاع الإمبيشنت أكيد مختلف totally عن المريض الأمبيولاتري أو مريض الكوميونيتي اللي في الصيدلية بره. هنشوف في السلايد اللي بعد كده الإمبيشنت فارماسي. الإمبيشنت فارماسي إحنا أهم حاجة هنتطرق ليها حتة مهمة جدا وهي الميديكال ريسورسز. معانا سيشنز مميز جدا عن الميديكال ريسورسز وانواع الريسورسز اللي احنا بنبص ليها وامتى ادور في التيرشري ريسورسز وامتى ادور في البرايمري وامتى ادور في السكندري واهم الريسورسز المهم ان الصيدلي يكون عارفها زي ليكسيكوم زي اب تو ديت وكميه الريسورسز الكتير اللي بقت موجوده دلوقتي مع انتشار طبعا وسائل التواصل والانترنت والسوشيال ميديا. مهم الصيدلي يكون عارف ايه الاماكن اللي هيجيب منها المعلومه المضمونه صح. طبعا برضو زي ما قلت لكم الحاجات دي كل واحد من دول له برانش كبير بس احنا بنحاول ندي سناب شوتس ندي قشور وهندي اللينكات بتاعه لو حد عايز يتبحر يشوف مراجع اكتر يشوف كتب اكتر هنحط الكتب اللي تقدر تساعدكم ان انتم تقدروا تحصلوا على المعلومه. تاني حاجه ميشن اللي هنشوفها في الانبيشنت فارماسي هي البيكو او البايكو. هنتعلم ازاي لما يجي قدامنا اي انكويري اي كلينيكال انكويري قدامنا احنا بنشوفه في الكلينيكال براكتس ازاي نفهمه بطريقه صح. لان انا لو بدور على سؤال معين او حاجه معينه البيشنت معين سايد افكت مثلا لحاجه معينه او عندي فيه كومبلكس كيس وانا اسات الحاجه اللي بدور فيها او الترمينولوجي او ما عرفتش البوبوليشن بتاعي مثلا مع بريجننت وومن وما عرفتش ادور على الحاجه بتاعتي بشكل صحيح اكيد هروح للريسورس الغلط ومش هقدر اطلع الحاجه اللي انا بدور عليها. فمهم اوكي احنا دايما بنشرحها في الدراج انفورميشن وفي الايفيدنس بيس ميديسن. اول خطوه يمكن لو حد حابب يكمل في الريسيرش بعد كده اول خطوه في اي كلينيكال كويشن ان انا افهمه صح فورمولييت ان انسربل كويشن. وانس ان انا كونت السؤال بتاعي صح فهمت البوبوليشن بتوعي صح او البيشنت فهمت ايه الانترفينشن اللي انا عايزه والكومباريزون والاوت كم اللي انا عاوز اطلع بيه هنا انا هعرف ادور صح في الليتريتشرز وهعرف اطلع داتا كويس. لو ما عرفتش افهم سؤالي بطريقه صحيحه نيفر ان انا اوصل للاجابه اللي انا بدور عليها. ده اللي احنا هناخده في البيكو او بايكو برينسيبل. وبعدين هناخد حاجه مهمه جدا من الميشنز وهي ميديكيشن مانجمنت سايكل. كل ميديكيشن انسايد ذا هوسبيتال بيعدي بجيرني قدامي طويله من اول ما بيخش عندي في المين ستور لغايه ما بيبدا انا عندي بيتحط على الرف والستورج اريا وبعد كده ببدا انا اعمله ديسبنسنج وبعدين بيتعمل له ادمنستريشن وبعدين بيبقى فيه فولو اب. كل دي حاجات مراحل بيعدي بيها الميديكيشن بتاعي في الهوسبيتال. فلازم اكون عارف كويس جدا السايكل بتاعه الميديكيشن مانجمنت عشان اقدر اعمل ميديكيشن مانجمنت اند يوز بطريقه ويل بروفيشنال واوصل للاستخدام الصحيح للادويه. النقطه اللي بعد كده سيميليشن دراج انفورميشن كيسز. هناخد مجموعه كتير جدا من الانكوايرز واللي هتبقى فعلا ريلي انكوايرز بتكون معانا في الكلينيكال براكتس وهنعرف ازاي نتعامل معاها ازاي نفهم السؤال صح وازاي وفقا للسؤال اللي احنا بنتساله ندور في التيرشري ولا ندور في يعني ندور في البوب ميد ولا هندور في الليكسيكوم ولا اب تو ديت وهندور فين بالظبط ولا هروح جورنال. على حسب السؤال او الكويشن اللي هيجي لنا هنعرف ندور بطريقه صحيحه على اجابه السؤال.
هناخد simulated drug information question، ده هيكون activity هنشوفه مع بعض ونتعلم how to answer drug information question. قبل ما نطلع من drug information، في حاجة اسمها workload statistics، احنا بنعرف نقيس بيها الشغل بتاعنا بتاع drug information. لو حد من الصيادلة بيشتغل في drug information سمعنا معانا دلوقتي هيفهم كويس جدا ازاي اعمل statistics للworkload بتاعي. هنحاول برضو ان احنا تنومينيت ونحط الريسورسز اللي تساعدنا ان احنا نوصل بيها باذن الله. بخصوص الامبيشنت فارماسي، حاجه مهمه جدا جدا من التوبكس المهمه اللي احنا دايما بنعمل ستريس عليها، وهي الميديكيشن ايرورز. كتير جدا من الاخطاء الطبيه اللي بيروح نتيجه ليها ارواح العديد جدا من المرضى، وناس كثيره جدا ممكن ما يكونش ليها ذنب ولكن بسبب غلط في الجرعه، واكيد كلكم حضراتكم سمعتوا عنها، سواء خطا في الجرعه او خطا في الادمنستريشن او خطا في الدواء نفسه. هنعرف how to deal with medication errors والتايبس بتاعت الميديكيشن ايرورز. واهم حاجه، اهم حاجه زي ما احنا حتى بنعلمها في اي مستشفى داخل اكريديشن او سباي اكريديشن، ايه السايكل بتاعت الميديكيشن ايرور؟ ايه اللي الصيدلي يعمله لما يكون عنده ايرور في البريسكريبشن؟ هيعمل ايه لما يجي يصرف حاجه وهو امبيشنت؟ هيتصرف ازاي لو لقى اي ميديكيشن ايرورز؟ اهم نقطه مهم جدا للصيدلي ان هو يتعلمها، هاو تو ديل وذ ميديكيشن ايرور. ايه السايكل جوه المستشفى لو انا في بيشنت والنيرس جت تديله ادمنستريشن للميديكيشن ولقيت ان في مشكله رونج ليبل او لقيت في رونج دوز او رونج ديوريشن؟ هنتعلم مع بعض هاو تو ديل وذ ميديكيشن ايرور. النقطه اللي بعد كده الادفيرس دراج رياكشنز، وهنتعلم فيها انواع الادفيرس دراج رياكشنز والسيفيريتي بتاعتها. وعندنا منستري اوف هيلث هنا عامله سيفيريتي اندكس رائع جدا للادفيرس دراج رياكشن، وعندنا فيه طبعا النارنجو سكيل. هنشوف مجموعه كتيره من السكيلز للادفيرس دراج رياكشن او الادفيرس دراج ايفنت، واهمهم الفارماكو فيجيلانس. وطبعا احنا عندنا في مصر في فارماكو فيجيلانس سنتر موجود عندنا في القاهره، وعندنا في السعوديه مركز تيقظ هنتعلم، وعندنا في الامارات وعندنا في الكويت هنتعلم هاو تو ديز ويز فارماكو فيجيلانس، وازاي نملى الفورمات بتاعتها، وازاي فعلا ان احنا نعمل لها سبمشن عشان نكون جزء فعال من ريبورتنج للادفيرس دراج رياكشن. كل ده هيكون في الامبيشنت فارماسي. السلايد اللي بعد كده احنا خلاص اخذنا جزء الاوت بيشنت، وعرفنا الميديكيشن مانجمنت اند يوز، وعرفنا جزء الكومبريهنسيف ميديكيشن مانجمنت، اخذنا جزء واخذنا الريسورسز والمراجع اللي هتساعدنا كلنا ان احنا نتعامل معاها واهم الويب سايتس، ودخلنا على جزء الامبيشنت فارماسي. عرفنا لو انا معايا مريض جوه المستشفى وبصرف له مثلا حاجه ومش عارف الجرعه دي صح ولا غلط ارجع لها ازاي، لقيت ايرور اصلحه ازاي، ازاي اعمل ريبورتنج، ايه خط السير اللي بيمشي للريبورتنج فورم بتاعتي الصحيح اللي اقدر ان انا اعتمد عليه في الكلينيكال براكتس. النقطه الثالثه او الجزء البارت الثالث، وهو ديبارتمنت اوف فارماسيوتيكال ساينس. يمكن زمان كنا بنقول فارماسي ديبارتمنت، ولكن دلوقتي طلع المصطلح الحديث وهو ديبارتمنت اوف فارماسيوتيكال ساينسز، لان فعلا الميديكيشن او الدراج لو كان حد بيشتغل في مستشفيات، واعتقد معظم اللي معانا بيشتغل في مستشفيات، يعرف كويس جدا جدا ان الصيدله ما بقتش الصيدليه. انا دايما بقولها لاي حد بيكلمني، الصيدله ما بقتش ان انا قاعد في صيدليه بقفل عليا الباب في المستشفى وبصرف الدواء زي ما زمان من 15 سنه كنا كلنا شغالين. دلوقتي الصيدله بقت لوفر ذا هوسبيتال، من اول امرجنسي ديبارتمنت اللي دخل فيه البيشنت وعندي فيه فلور ستوك هناك او عندي كراش كارد، لغايه اوضه العمليات في الاو ار، لغايه السيرجيكال. كل دي حاجات احنا بنمر عليها دلوقتي وبنشوفها، وفعلا الصيدلي له دور فعال فيها. فاذا اصبح قسم الصيدله هو ديبارتمنت اوف فارماسيوتيكال ساينسز. هنتعلم مع بعض في السلايد اللي بعد كده حاجات مهمه جدا جدا هتفيدنا واحنا بنتعامل في مع الميديكيشن. اول حاجه طبعا طبعا مصلي كتير جدا اكيد شافها، وهي الميديكيشن ستورج. ايه الريجوليشن وايه اهم الحاجات في الستورج؟ ازاي احنا نحفظ الادويه بشكل صحيح نضمن بيه انها تدي الافكت الصحيح بتاعنا؟ ايه الروت ماب؟ ايه الريجوليشن او البوليسي بتاعتي اثناء الستورنج بتاع الميديكيشنز؟ عندنا في مجموعه من الاي اس ار او الاسينشال سيفتي ريكويرمنتس لازم احطها في اعتباري، اللوك لايك وستاند لايك ميديكيشن وهاي اليرت ميديكيشن، حاجات كثيره محتاجه ان انا افصل ما بينها عشان اتجنب الخطا. فدي من الحاجات المهمه جدا في الاستورج، ازاي احنا نعمل مينتنس للستورنج تمبريتشرز بتاعه، خاصه في الفاكسينز والحاجات اللي محتاجه درجات حراره، ازاي نفهمها بطريقه صحيحه. هنتعلم كل دوت في الميديكيشن ستورج رول. تاني ميشن هناخدها في الـ في الـ في الفارماسيوتيكال ديبارتمنت هي الفارماسي ادمنستريشن. مهم جدا ان يكون في بلان محطوطه في قسم الصيدله للاديوكيشن والبروفيشنال ديفلوبمنت، والبلان دي بتتحط وفقا لبريوريتيزيشن، بمعنى هنتعلمها ان ديتيلز ان شاء الله مع بعض في البرنامج، ازاي احط خطه تدريبيه تعليميه داخل المستشفى تضمن ليا ان انا احل بيها المشاكل الريال اللي موجوده، مش مجرد انا حاطط كلام ثيوريتيكال وخلاص
او انا بفعل حاجة ثيوريتيكال وخلاص، لا انا عايز لو عملت educational plan او development plan عندي جوه الصيدلية ازاي اعملها بطريقة اضمن بيها انها تحسن فعلا من مستوى الاداء عندي في الفارماسيوتيكال كير ديبارتمنت. ثالث حاجة هناخدها في الميشنز بتاعت الفارماسي ديبارتمنت هي الفارماسي الميديكيشن سيفتي، how to maintain a safe culture، ازاي احنا نوصل للسيفتي كلتشر والايرور بروف انفايرمنت، ازاي انا لما يكون عندي ريبورتنج لو حاجه حصلت او اي مشكله حصلت ازاي انا افعل ريبورتنج. يمكن كتير عندنا في الاو في ار وعندنا اكيد ناس كتير اتحطت في مواقف ان حصل عندي مشاكل ومحتاج اعمل لها ريكوز اناليسيس، محتاج السيفتي كلتشر والسيفتي انفايرمنت وازاي اقدر ان انا اطبقها بشكل صحيح. بعد كده هنتكلم عن نقطة مهمة اللي احنا اتكلمنا فيها وهي الهوسبيتال وايد. زي ما انا قلت لحضراتكم الدواء بينتشر في كل مكان، فلازم انا اكون عارف في الاي ار او في الامرجنسي ديبارتمنت ازاي احفظه بشكل فعال، ازاي في الاو ار وهو في الاوبريتنج روم وفي عملية شغالة وبيشنت شغال فيها ازاي اقدر اتعامل فيها. لو انا عندي في قسم جراحة محتاجة ندي انتيبيوتيك براير سيرجري او سيرجيكال بروفيلاكسيس ازاي انا اضمنه، كل دي ادوار مهمه للصيدلي لازم يكون عارف كويس هاو تو ديل وذ. طبعا مع الهازاردس ماتيريال، مع حاجات كثيره جدا محتاجين ان احنا نتعلم هاو تو ديل مع الميديكيشن اللي احنا المريض بياخده اوتسايد ذا فارماسي. طبعا النقطه بتاعه الفارماسي كوميتي انا هعمل ستريس عليها كبير جدا، لان فعلا حاليا في الاونه الاخيره يمكن حاليا عليها ستريس كبير جدا في كل المستشفيات على مستوى العالم، لان هي الاساس. يعني كان الفتره اللي فاتت دي كنت براجع بعض المشاريع في ستيورشيب لبعض الصيادله في امريكا، كانت اهم نقطه وركز عليها معاهم الستيورشيب، وبرضه عندنا هنا في السعوديه وفي مصر اهم حاجه الستيورشيب كوميتي عشان اضمن الصيدلي يكون فعال، الفارماسي وثيرابيتيك كوميتي عشان اضمن الصيدلي يكون له اكتنج رول فعلا ويكون له مقدره ان هو يتعامل بطريقه بروفيشنال في الكوميتي. لازم يكون فاهم كويس جدا هو بيحط الاجنده وبيحط المينس، لو في حاجه عايز يوصلها، لو في اي فيدباك، لو في اي اوتكم، ازاي انت تكون فاهم انواع الكوميتيز كلها اللي موجوده في الفارماسي ديبارتمنت وتروح في الكوميتي على حسب التخصص بتاعك. يعني كان احد الزملاء بيتواصل معايا من فتره هو بيشتغل ميديكيشن سيفتي اوفيسر، فهو اهم كوميتي لازم يكون فيه هي ميديكيشن سيفتي كوميتي. فكل واحد صيدلي على حسب المكان اللي بيشتغل فيه بيكون له رول فعال في الكوميتي اللي مسؤول عنده. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا، لو حد مثلا سي ماسك ستيوردشيب فلازم يكون بارت من انتي مايكروبيال ستيوردشيب سب كوميتي، ودي بتكون رائعه جدا في تنفيذ اي بروجكت في مستوى المستشفى، لان فيها ناس من مختلف الاماكن موجودين من كل الديبارتمنت الطبيه ومن كل الاماكن، وبالتالي بيكون ليها اثر فعال في تطبيق اي بروجكت. طيب احنا كده انتهينا من الفارماسي ادمنستريشن، يبقى احنا كده اخذنا زي ما قلنا الان بيشنت والاوت بيشنت والفارماسيوتيكال كير ديبارتمنت. دلوقتي هننتقل على يمكن الشغل الشاغل والحاجه الاساسيه اللي بدات تشغل كتير من الصيادله على مستوى العالم دلوقتي، وهي كلينيكال فارماسي او الصيدله الاكلينيكيه. هنشوف السلايد اللي بعد كده كلينيكال فارماسي. الكلينيكال فارماسي هننطلق فيها بقى الحاجه الجديده خالص وهي الفارماكوثيرابي. طبعا كتير طبعا سامع عن البورد في الفارماكوثيرابي، هو ما شاء الله منهج البورد الامريكي منهج متميز جدا يعني في الكونتنت بتاعه والقيمه العلميه بتاعته. السلايد اللي بعد كده احنا هندرس فيها الفارماكوثيرابي من ناحيه جديده خالص وهي كلينيكال ريزنينج سيريس. احنا طبعا صعب في 30 مينتس ان احنا زي ما قلنا يكون ديلي ميشن، فالفارماكوثيرابي ده هيكون تقريبا يوم 15، فاحنا هيبقى صعب ان احنا في يوم كامل نشرح مثلا برانش كامل زي بريجننسي ولاكتيشن، ولكن احنا هندي حاجه مهمه جدا جدا وهي ريسورسز، كل الريسورسز والكتيبات والمراجع اللي ممكن تساعدنا في بريجننسي ولاكتيشن، اهم الويب سايتس اللي ممكن نحصل منها على معلومه ايفيدنس بيز نضمن ان المعلومه دي صحيحه ناخدها واحنا مطمنين، اهم الموبايل ابس اللي ممكن نستخدمها ونحملها عندنا لو انا في الكلينيكال براكتس وعندي بريجننت وومن وعايزه اظبط الجرعه بتاعتها، عايز اشوف هل الدواء ده كاتيجوري اكس ولا ممكن ان انا اديه ولا ما اديهوش بامان مع بريجننت وومن. وهناخد كيسز، مين الجزء ده كله هيبقى عباره عن كيسز وازاي احنا ندور وفقا للريسورسز. الفارماكوثيرابي كلينيكال ريزنينج او كيس سيناريوز هتكون عندنا في الديلي ميشنز يوم 15، هتبقى في البريجننسي واللاكتيشن. برضو احنا هنحاول نسبورت اغلب الناس في البرنامج دوت بريسورسز، يعني البرنامج ده مش برنامج تعليمي اكتر منه برنامج بيحط النقط على الحروف ويعرفني انا لو بشتغل ككلينيكال فارماسي في الفارماكوثيرابي وانا مطلوب مني ان انا اروح قسم مثلا نساء ولاده او مستشفى نساء ولاده ازاي اتعامل مع حالات البريجننسي واللاكتيشن، فانا مين لي ازاي، ايه الريسورسز اللي هروح لها، ايه المراجع اللي انا هستخدمها، ايه الحاجات اللي ممكن ارجع لها بسرعه، الكتب اللي تقدر تخليني اوصل للمعلومه بشكل صحيح.
يمكن كتير جدا من الصيادله في الكلينيكال بالذات يعني من خلال تواصلنا معاهم الفترات اللي فاتت، هو بيغير السبيشاليتي، يعني ممكن بيبقى فيه روتيشن او بيحصل حاجه. انا مثلا الفتره دي انا بقوم في ناس كتير في الريزدنسي مثلا بياخدوا تريننج دلوقتي فيه، او في الفارم دي في البريجنسي، وبعد كده يروحوا على البيدياتريك، بعد كده على الكارديولوجي. يمكن ده اللي احنا حرصنا عليه في الجزء من البرنامج، ان احنا نحاول ندي بعض الريسورسز وبعض الامثله اللي تساعدكم في مختلف التخصصات بتاعت الكلينيكال فارماسي. طبعا ما عرفناش ناخد المتخصصات كلها اللي هم تقريبا 20 او 25 تخصص، ودلوقتي بداوا يزيدوا اكتر من كده. حاولنا نجيب، بس احنا اخترنا الموست كومن ميديكال سبيشاليتيز للفارماكوثيرابي انترفينشن. اخذنا البريجننسي واللاكتيشن في داي 15، داي 16 هيكون عندنا في البيدياتريك ان شاء الله، داي 17 هيكون عندنا فارماكوثيرابي كيس سيريس في الكارديولوجي ازاي هاو تو ثينك، داي 18 الفارماسيست ليد كلينيك. ويمكن دي حاجه من المبادرات الجديده على مستوى العالم، يمكن بدات بعض المستشفيات هنا تطبقها، وهي الفارماسيست ليد كلينيك، ان يكون الصيدلي له عياده والعياده تكون خاصه بيه ويقدر ان هو يقعد فيها. منها طبعا الاشهر كتير جدا الانتي كواجوليشن كلينيك، وطبعا الوفر من صديقنا الصدوق ازاي الصيدلي يقعد فيه، وازاي عايزين نتطرق للبرانش ده لان هو كومينج ان شاء الله بشده الفتره القادمه، فهنفهمه كويس جدا ونفهم الرول بتاع الفارماسيست واهم الريسورسز اللي ممكن يلجا لها. في بعض الصيادله عايزين يطبقوا الموضوع ده ويفعلوه في المستشفى فعلا، فهنحاول نساعدهم ببعض الريسورسز اللي تساعدهم. بعد كده دي 19 هيكون عندنا في الفارماكوثيرابي كسيريس عندنا في الجي اي تي برانش، هنحاول ندي الموست كومن ديزيزز، وهنحاول ندي كيسز. هو كل البرنامج هيكون موستلي كلينيكال كسيريس. بعد كده عندنا في طبعا يوم 20 الانفكشوس ديزيز والانتي مايكروبيال ستيورشيب، التي مهما يطول الشرح طبعا عمرنا ما هنخلصها، يعني احنا يعني مش عايز اقول لكم احنا بفادك بناخدها في 16 اسبوع او حاجه زي كده، يمكن لا تنتهي. بس هندي الكومن او اهم حاجه ممكن احنا نتعامل معاها لما نشوف اي حاله امراض معديه، اي حد عنده عدوى ايه البروتوكول اللي يمشي عليه، او ايه سيستماتيك ثينكينج واي وهو بيتعامل معاها، وازاي يطلع الانتي بايوتيك الصحيح اللي فعلا يقدر ان هو يوصل بيه لدرجه الكيورابيلتي بتاعت البيشنت ويذ اوت ريزيستنس، ازاي نعمل مينتيننج للراشنال يوز اوف انتي مايكروبيالز. وفي النهايه طبعا هيكون عندنا كلينيكال كيس برزنتيشن من ناحيه الفارماكوثيرابي انترفينشن. في البيشنت الامبيولاتري اللي كان في الاول سلايد خالص، كان بنعمل بيشنت كونسلنج، كنا بنعمل كلينيكال كيس برزنتيشن من حيث الكونسلنج زي عيادات الكونسلنج او عيادات الديسشارج، لما يكون عندي مريض خارج بره المستشفى، او انا عندي في الصيدليه مريض وبديله العلاج بتاعه، ايه الحاجات اللي انا اديها او المعلومات المهمه اللي انا اقولها له وهو بياخد الدواء ده، ازاي اوفر المعلومه بطريقه بلين لانجوج يفهمها المريض. هنا في الفارماكوثيرابي هنهتم اكتر بحته الانتر اكشنز الادجستمنت للجايد لاين، ايه اهم حاجه نوصل لها، فدي هيكون ليها رول مهم جدا من ناحيه الانترفينشن نفسه او الفارماكوثيرابي. انا بشوف الحاله وافهمها واشوف الهيستوري واشوف ايه الحاجات اللي ممكن تخليني اغير الجرعه، ازودها اقللها وهكذا. طيب احنا كده خلصنا الكلينيكال فارماسي والبرانش بتاع الكلينيكال فارماسي. السلايد اللي بعد كده طبعا مهمه جدا، وهي الكلينيكال روم الاي في والتوتال بارنترال نيوتريشن. انا زي ما قلت لحضراتكم كل حاجه من دول ليها برنامج طويل، احنا عندنا في فادك يعني احنا بريبيرنج برنامج طويل يعني في التي بي ان والاي في، ولكن احنا اهم حاجه هناخدها في التي بي ان والاي في هي انا يهمني اعمل ستريس عليها دلوقتي، ان انا كصيدلي بتعامل في التي بي ان والاي في ايه الحاجات المهمه ليا عشان اعرف اشتغل بطريقه كويسه وفقا للرولز والريجيليشن بتاعه التي بي ان والاي في. طبعا لو اتكلمنا عنهم يبقى طبعا هنفتكر طبعا كل الريسورسز اللي ممكن تساعدنا ان احنا ازاي نحافظ على الاستيرلايزيشن وعلى الكلين روم وعلى الاسترايل بريبريشن روم، ان انا اوصل لدرجه اعلى درجه من الاسترلايزيشن عشان امنع اي انفكشن في الرومز نفسها. السلايد اللي بعد كده هنشرح فيها الكونتنت بتاعه الكلين روم الاي في والتي بي ان. طبعا عندنا حاجتين مهمين جدا هما الاي في والتي بي ان، فاحنا هندي يوم كامل الاي في ويوم كامل التي بي ان، واهم الريسورسز اللي ممكن تساعدنا، وايه بريكوشنز والرولز والريجيليشن اثناء الاستابيليتي، لو انا عندي في دوز وان دوز، لو انا عندي في مالتي دوز فايلز ازاي اتعامل معاها، ازاي اعمل ستورج للحاجه، ازاي انا في الهود اضمن الاستيرلايزيشن بتاعتي. هندي الريسورسز، هندي السيف هاندلنج للاي في دراجز، مينلي هندي ريسورسز كثيره جدا جدا، وهندي الرولز والريجليشن اللي تساعدنا ان احنا نوصل للدرجه الصحيحه في التعامل مع تي بي ومع الاي بي ادكشن. بعد كده السلايد اللي بعد كده هنتكلم على الكلينيكال ريسيرش. الكلينيكال ريسيرش طبعا هو بحر طويل جدا،
ممكن كتير جدا احنا بنشجع حالا الصيادله ان هم يبداوا اي واحد في الكلينيكال براكتس وات ايفر او بيشتغل ان بيشنت او اوت بيشنت او كوميونتي بره او كلينيكال فارماسيست ان هو يعرف يجمع المعلومات ويطلع بيها كيسز ويعمل بريزنتنج للكيسز دي في الانترناشنال او في الناشونال كونفرنسز. فمهم جدا ان احنا نتعلم البيزكس بتاعت الريسيرش ونعرف اهم الحاجات اللي ممكن تساعدنا في الريسيرش. السلايد اللي بعد كده في الريسيرش هناخد فيها طبعا اول حاجه فيرست اوف اول او المايسترو في الريسيرش هو الايفيدنس بيز والكلينيكال براكتس جايد لاين. الايفيدنس بيز ميديسن طبعا هنعرف منه اهم الريسورسز بتاعت الايفيدنس بيز, هاو تو كريتيك, ايه الحاجات المهمه في العلم الطب المبني على الادله. يمكن السنه اللي فاتت احنا كنا يمكن هو ده البرنامج ده عملنا له اعدادات في فادك, يمكن حتى كان دايما الكلمه اللي بقولها لهم اصلا ما احنا بنعد البرنامج كل ما بنخش البرنامج بنخش فيه ان ديبث. يمكن اكتر حاجه لاحظناها في الايفيدنس بيس ميديسن ان هو اللي بداوا علماء العرب, يعني اللي بداوا ابن سينا والحسن بن الهيثم. فالوسعيت الواحد حس فعلا اثر ان الواحد لما يشوف معلومه لازم يتاصفى منها ويدور على اصلها ويعرف مدى صحتها. هو ده في الليتريتشر قبل ما يجي كوكران بعد كده ويبدا ان هو نمشي في كوكران ريفيو ونشوف اللايبراري بتاعه كوكران ونشوف الحاجات اللي احنا شفناها في الطب الحديث. الاصل بتاع الايفيدنس بيز ميديسن هم علماء العرب, ونتمنى فعلا ان كل واحد موجود دلوقتي انا شايف ان هو عزيز اماست, هو رغم ان هو دراسته بتبدو صعبه شويه وفيها كريتيك كتير ولكن بيكون ليها اثر متميز جدا لو حد حابب يكمل في سكه ريسيرش, لو حد حابب في مجال البراكتس ان هو يوصل للايفيدنس بيزد براكتس. عندي معلومه في الديلي براكتس بتاعتي ومحتاجه اتاكد منها واعرف ايه اصل المعلومه واعرف ايه هي هل هي صحيحه ولا مش صحيحه, ولما اروح ادور مثلا في شركه معينه جايبه لي دواء وانا عايز اعمل ابروف للدواء دوت وافهم الدراسه دي معموله ازاي وهل فيها بايز ولا ما فيهاش وفيها انحراف وهل النتيجه بتاعتها سيجنيفيكانت ولا نوت سيجنيفيكانت. كل دي حاجات احنا محتاجين نفهمها. هو بحر كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم, بس هنحاول نديكم ريسورسز اللي تساعدكم في الايفيدنس بيس ميديسن. وطبعا يعقوبها طالما اتكلمنا على الايفيدنس بيس ميديسن هنتكلم على الكلينيكال براكتس جايد لاين واهم المؤسسات على مستوى العالم كله اللي بتطلع الجايد لاين, ايفر جايد لاين امريكي وايفر جايد لاين من انجلترا, على حسب المؤسسه استراليان جايد لاين, على حسب المؤسسه اللي عامله الجايد لاين مثلا في علاج الدايبيتس او علاج مرض السكر او علاج الضغط او علاج اي مرض, ازاي نقدر نوصل للجايد لاين دي. وطبعا هنفهم الايفيدنس بيس سيريس وازاي انا لما يجي لي كويستشن ازاي ادور عليه وايه السيريس اللي انا همشي عليها عشان اقدر اوصل في الاخر خالص للجايد لاين دي الحاجه اللي انا بدور عليها. وفي النهايه هننهي بيه الجورنال كلوب, ان احنا كل واحد من حضراتكم زي ما قلنا هنحاول ثرو اوت ذا بروجرام يكون في بعض الاكتيفيتيز مش هيكون شاق قوي لان هو طبعا ديلي يوميا, ولكن كل واحد هندي امثله الجورنال كلوب برزنتيشنز كتير بحيث انتوا تكونوا فاهمين امثله الكريتيكال ابريزل, او يعني بمعناها ان احنا بنقيم الادله او بننقد الادله والبراهين ونشوف هل هي صحيحه ولا لا, لان كتير جدا الواحد شاف استاذ مجرد ما قراها مش ممكن مثلا حاجه معينه فيتامين دي ممكن يكون له مثلا افكت على حاجه معينه كنا لسه شايفينها في بيبر وقعدنا قرينا قرينا قرينا, او كانت في البروبايوتيك وقرينا قرينا قرينا في الاخر خالص ان البيبر ديت نوت سيجنيفيكانت, يعني النتيجه بتاعتها اصلا مش فاليد, يعني مش رغم انها سيجنيفيكانت هم مطلعينها كويسه مطلعين انها ابلاي, بس لما انا فهمت ازاي اعمل كريتيك وافهم النقط المهمه في البيبر ديت اخدت قرار ان انا مش هقدر انفذ نتائجها في الكلينيكال براكتس ولا اقدر اخد النتائج بتاعتها دي واطبقها على المريض اللي عندي. فمهم جدا ان اعرف هاو تو كريتيك, ازاي اقدر افهم اي بيبر عندي في الكلينيكال براكتس. بعد ما احنا خلصنا الريسيرش, ممكن الريسيرش برضو زي ما قلت لحضراتكم له يعني كلام وباع كتير جدا 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 وريسورسز كتير, هننطلق دلوقتي في السلايد اللي بعد كده على skilled of the pharmacist. ويمكن دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا, يمكن احنا حتى ما درسناها ما كنا في الجامعة الأمريكية كان 65% أو 75% من البروبلمز نتيجة الكوميونيكيشن سكيلز. يعني ممكن يكون صيدلي عنده كمية معلومات خارقة ومتميز جدا بس مش عارف يتواصل مع الدكاترة ويوصل لهم المعلومة, ممكن يكون في صيدلي مش عارف يوصل معلومة وبيتعامل مع البيشنت فالبيشنت يزهق منه فما ياخدش منه المعلومة ويعملها. فمهم مهم مهم جدا ان احنا نعرف how to communicate with each other. مهم لما اكون انا مثلا بنفذ حاجة او عندي في medication error او انا عايز اغير جرعة او عايز اغير حاجة اعرف how to communicate how to lead. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا هنشوفها في السلايد اللي بعد كده وهي اهم skills in the pharmacy اللي لازم الصيدلي يكون عارفها. يعني بصراحه بحر السكيلز برضو كبير كبير جديد كبير, بس انا اخترت لحضراتكم ثلاث حاجات مهمين جدا. 7 habits of highly effective pharmacists دي كانت معانا توك للدكتور روبرت سميث, ودي كانت من التوكس رائعه جدا انا شايفاها, يعني من الحاجات اللايف تشينجينج
توكس ان شاء الله باذن الله هنحطها، وهنحطها بالعربي. هو طبعا كان شرح بالانجلش، هنحط بعدها توك تانية بالعربي كنت انا شرحتها تباعا ليه، كانت في الايفنت اللي فات اللي احنا عملناه بتاع تيبس في الفارماسي. فان شاء الله باذن الله هنحطه بحيث ان احنا نشوف ازاي نطوع ال 7 habits of highly effective people ونطبقها على مجال الصيدله. دي كانت من المحاضرات الشيقه جدا انا حضرتها بصراحه ليه، وانا بعدها جبته معانا في فادك ان هو يشرحها، وما شاء الله عليه بصراحه. هو يعني هو دوت اللي ماسك الليدرشيب في الجمعيه الامريكيه للصيدله الاكلينيكيه، وما شاء الله بصراحه انا شايفاها من توكس رائعه جدا جدا، هتستفيدوا بيها جدا 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 في how to be high effective، ازاي تكون صيدلي effective، ازاي توصل بالcommunication to deal with all around you in an effective manner. دي مهمه جدا جدا لكل واحد يتعلم ازاي فعلا يكون effective في مجال العمل بتاعه. واهم حاجه ان effectiveness مش مجرد في مجال العمل وبس، effectiveness في personally سواء على المستوى الشخصي او على مستوى البروفيشنال في الاورجانيزيشن او على مستوى المؤسسه كلها. فوانس ان انا بقيت افكتيف واتعامل بشكل صحيح، صدقوني موصلي اكتر من 65% من خلال كل المشاكل اللي شفتها في حياتي، اكتر من 65% لو انا عرفت اوصل بالانتليجنس الصحيح، اذا اقدر اتعامل مع اللي حواليا بشكل صحيح، وين وين سيتويشن. مش عايزه اقول لكم يعني من التوكس رائعه جدا، والميشنز اللي هتستمتعوا بيها جدا جدا، خليكم تسمعوها احسن وتشوفوا المفيد اللي فيها ان شاء الله باذن الله اثناء البرنامج. هنتكلم بعد كده على السكيلز فور كوميونتي فارماسيست، ودي كانت احد التوكس برضو متميزه للدكتور محمد سعيد، كان في التدريب والتطوير في صيدليات النهدي هنا في السعوديه، وكان اتكلم على مجموعه من السكيلز الرائعه جدا للكوميونتي فارماسيست ازاي يتعامل بيها. هنحاول نفهمها فعلا، ازاي اقدر افهم البيشنت بتاعي بشكل صح. كتير جدا من الصيادله بيدوا حاجه للمريض من غير ما يعرف الهيستوري بتاع المريض، لما هو بيدبدش معاه ويعرف الهيستوري يلاقي ان الدواء اللي بيديله ده كونترا انديكيشن. وكتير جدا جدا من الصيادله مثلا المريض بياخد انتي بايوتيك وهو مش عارف، والمريض ما وصلهوش، او مثلا عنده حاجه مثلا تخلي مثلا ما اديش ما اقدرش ادي الدواء ده. فكتير جدا من ما باخد الهيستوري من البيشنت واعرف هاو تو كوميونيكيت صح بشكل صحيح مع البيشنت من غير ما اكون مستعجل، واكون فاهم كويس جدا جدا وانا بديله الدواء ده وافهمه له بلين لانجويج صح، دي it is a skills يا جماعة، ومهم جدا الصيدلي هو يتعلمها. وأخيرا هنختم بالفارماسيست as a leader، برضو زي ما قلت لكم يعني يمكن leadership ده برنامج من البرامج الكبيرة جدا، بس يعني مهم جدا للصيدلي ان هو يكون leader، مش بس مجرد في department هو ماسكه، لا leader على مستوى all over the organization، leader على مستوى personally على مستوى الشخصي، ان how to lead myself، ازاي صيدلي يحط ميشن لنفسه وهو بيتعامل، ازاي يبقى عنده في حاجه زي مايلستونز هو بيتعامل معاها كل شويه بحيث ان هو يقدر ان هو يوصل للشكل الصحيح لمهنه الصيدله. هدفنا جميعا ان الليدر يكون المعنى بتاعه هو المعنى الصحيح فعلا اللي بيوصل للبراكتس او الكلينيكال براكتس. النقطه الاخيره او اخر حاجه خالص بعد الميشن 30 ستارت فروم هير، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله بعد كل الريسورسز ديت، بعد كل الحاجات اللي احنا هنغطيها، احنا كان كمان عندنا في حلقات كتيره في فادك فارماسي براكتس بودكاست، هنحاول نحطها لكم مع حلقات من فادك توكس، يعني هتلاقوا فيه الفيديو الكبير وتحتيه فيه لينكات كتير بننصح الجميع ان هو يشوفها. يعني هو الميشن او الديلي ميشن هتبقى كتابه، هتبقى مقسومه اربع حاجات، هتبقى كتابه فيها الديفينيشن بتاع الميشن، هيكون معاه فيه تسجيل فيديو 30 مينتس في اهم حاجه المفروض نفهمها في اليوم النهارده في الميشن ديت، هيكون معاه ريسورسز او الكتب اللي تنزلوها، هيكون لينك كبير في مجموعه كبيره جدا من الكتب والريسورسز وملف تكست في اشهر الويب سايتس واشهر الموبايل ابس. واخيرا اتمنى والله ان انتم تشوفوها فعلا، مجموعه حلقات هتكون ريليتد لكل حاجه. يعني لو بنتكلم في الليدرشيب هنشوفوا حلقات، هنجيب مقتطفات من البودكاستس المختلفه اللي احنا عندنا فيها مع مجموعه من الفاينيد من الصيادله على مستوى العالم كله، بصراحه هتستفيدوا منها كتير جدا. التوكس ديت اتمنى فعلا ان انتم تشوفوها، هتبقى ريليتد ليها. طبعا دي الفيديو اللي هو اللي هنتفرج عليه فوق هو لمدته 30 دقيقه، انما اللي عايز يستفيد هتلاقي المراجع كلها عنده، هيلاقي اللينكات بتاعه البودكاست والتوكس اللي ممكن تساعدكم في ان انتم تستزيدوا من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، سواء بنتكلم في فارماكوثيرابي، سواء بنتكلم في امبيولاتوري او كومبرنسيف ميديكيشن مانجمنت، سواء بنتكلم في كواليتي، سواء بنتكلم في ليدرشيب، سواء بنتكلم في ريسيرش، او بنتكلم في تي بي ان او في ايفيدنس بيز ميديسين. فأتمنى فعلا ان كل واحد اللي عايز يحقق فعلا اقصى استفاده او هاو تو يوز ذس بروجرام، ان احنا هما 30 مينتس بير داي هنتفرج على الفيديو المطلوب مننا والديفينيشنز بتاع الحاجه اللي احنا عايزينها. لو عايز استزيد، او انا مثلا سي انا بشتغل انبيشنت فارماسيست وعايز استزيد من الحاجه دي، اروح ارجع للريسورسز والمراجع بتاعتها كلها، اشوف التوكس، لان في احنا عملنا توكس كتيره جدا مع ناس ما شاء الله انا شايفه ان هم من الليدرز على مستوى العالم في الصيدله
فمهم ان احنا نتعلم من السير الذاتيه بتاعتكم، لان بصراحه مفيده جدا 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 يعني، يعني فعلا توكس رائعه. انا بزكيهم كلهم بصراحه ما شاء الله عليهم يعني. فنبدا نحط التوكس ديت او البودكاست ديت تحت بحيث ان حضراتكم تستفيدوا منها، بلس الريسورسز اللي موجوده او الكتب او المراجع اللي تحبوا ترجعوا لها، كل واحد على حسب التخصص بتاعه. في نهايه البرنامج هيكون عندنا في بروجكت، هو البروجكت ده كل واحد على حسب تخصصه. لو واحد بيشتغل في الكواليتي هيعمل بروجكت من ناحيته في ناحيه الكواليتي، لو حد بيشتغل في كلينيكال فارماسي هيعمل لنا كلينيكال كيس برزنتيشن ويعمل فارماكوثيرابي انترفنشن، لو حد بيشتغل امبيولاتري كير هيعمل كومبرنسيف ميديكيشن مانجمنت وبيشنت كونسلنج نوتس ويتكلم فيها. في النهايه خالص لازم كل واحد من حضراتكم هيقدم لنا حاجه زي ملف هيكون فيه البروجكت بتاعه اللي هو النهائي او الحاجه اللي هو طلع بيها في الكلينيكال براكتس ويقدر ان هو يطبقها بشكل صحيح. فاتمنى فعلا في النهايه خالص بعد ما حضراتكم تسلموا البروجكتس هتكون دي اخر مرحله، اللي بعدها ان شاء الله هتستلموا السيرتيفيكيت. احنا كمان عاملين في حاجه اسمها اكسلنس اوارد او حاجه زي اوارد اوف اكسلنس، دايما بتطلع لي الصيدلي المتميز او الصيدلي اللي بيعرض بروجكت فعلا بيكون فعال. احنا ما شاء الله شفنا كميه مشاريع كتيره جدا جدا صادله قدموها قبل كده ونفذوها بالفعل في المؤسسات العلميه بتاعتهم، بجد بتفرق كتير جدا ان انا اتعلم الحاجه بشكل صحيح واعرف المصادر بتاعتها عشان انا في المكان اللي انا بشتغل فيه اعرف اشتغل بشكل صحيح او فعال. اخر حاجه في بعض الحاجات اللي احنا هنزودها في السلايد الاخيره خالص وهي teaching and learning، زي ما قلت لحضراتكم it's skills ان انا اتعلم how to teach presentation، هنحاول نتطرق ليها يعني هو دي كثير طلبها مننا الفتره ديت بناء على اكتر target audience تواصل معنا الفتره اللي فاتت كانوا طالبين في time management في pharmacogenomics في quality في presentation skills في writing skills. بعض فادك توكس زي ما قلت لحضراتكم والبودكاست والتيتشنج والليرنينج هنحاول ان احنا نزود من التوبكس ديت ان شاء الله باذن الله بحيث ان احنا نستوفي اكتر الحاجات اللي الصيدله طلبوها مننا الفتره اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله البرنامج يكون له اثر فعال على كل اللي بيسمعنا يقدر يطلع فعلا بالاوتكم اللي هو عايزه من البرنامج. فادك ريفايف يور كلينيكال كارير.